ويانا اتصال ابو امجد من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، يا اهلا وسهلا ابو حياك امجد. الله اختنا العزيزه الله وهاجه. يحفظك، الله يحفظك اختي ويسلمك. العزيزه، ولو انه الوقت شويه تطولنا في مجال، تفضل بلا زحمه عليك. تفضل. اولا بالنسبه لقضيه داعش والنصر على داعش، احنا هسه انتصرنا على داعش، نعم، بس نسال الله وكل وطني شريف من ابناء الشعب العراقي ان يتعاونون على داعش الثاني اللي هم الفاسدين اللي باغوا وسرقوا ودمروا البلد. احنا عندنا داعش اثنين الان بالعراق، خلصنا من داعش الاول القتل المجرمين، والان نطلب من الله ومن كل مراجعنا العظام ومن كل الساده الشرفاء ان يحاربون داعش الفاسدين، لان ذولا لعبوا بالبلد وعاتوا بالبلد فساد. نعم نعم كلامك على راسنا ابو امجد، واكيد وهو في الصميم اللي هناك. طلب يمك بلا زحمه عليك، تفضل اللي طلب يمك تفضل مناشده للسيد وزير العدل. وزير العدل، احنا اربع مواطنين في قضاء الهنديه، اللعب بالاضابير مالتنا اللي بطابو الهنديه، نعم، واللي نريد لجنة تحقيقية، يعني مناشدة إلى السيد وزير العدل، نريد من عنده أن يرسل لجنة تحقيقية لطابو الهندية للأضابير اللي لعب بها، والأضابير باسم فاضل عبيد حمزة. يتابعون المسؤولين، يتابعون أبو أمجد، يتابعونه ويسمعون ويشوفون، فيوصل صوتك إن شاء الله اليوم من خلال إن شاء برنامجنا. الله، جزيت خيرا والله يوفقك. شكرا بحق شكرا محمد شكرا وعلم. شكرا جزيلا لك، شكرا أبو أمجد.